بركاته. مرحبا بكم في قناة حليمة الفيلالي. اليوم ان شاء الله نقدم لكم فطائر بالطون، كيجيو بنان بزاف وخفاف وسهلين في التحضير، يعني مفيهمش مجهود كتير. نبداو على بركة الله بالمقادير. غنحتاج 500 غرام دقيق الابيض الفورس، ما يعادل 4 ديال الكيسان ديال العنبة، معلقة كبيرة ديال الخميرة، ممكن هذه الحبوب او لا المعجونة، والملح على حسب الذوق، وخميرة كيماوية واحدة ما يعادل 8 او 7 غرام، وعندنا معلقة كبيرة ديال السكر سنيدة، 70 غرام ديال الزبدة لينة بحالة المطبخ ما يعادل 2 معالق تقريبا ونص، والحليب على حسب الخليط. اول حاجة هي غنجيب تقريبا واحد نص كاس ديال الماء، ما كاملش، يكون دافي فقط ماشي سخون بزاف باش ما يضيعناش الخميرة. غادي نضيف له ملعقة ديال الخميرة والسكر ديالنا ملعقة كبيرة، وغادي نخلطو ونخليه كما العادة يتفاعل تقريبا 5 دقائق عاد باش نعجنو به. غادي ندير الدقيق ديالي مغرب له من قبل، ونوضع معاه الخمارة، الملح، ثم نضيف الخميرة اللي تفاعلت لي، ونضيف معاها شوية الحليب يكون دافئ طبعا لأن خصنا العجينة تخمر لينا صافي. ونجمع العجينة بالحليب، كانت عندي 450 مليلتر. غادي نضيف شوية بشوية، نقول في الأخير شحال هز ليا الدقيق ديال الحليب. اللي بغا تضيف كمية ديال الدقيق الأصفر يعني الفينو، دير واحد 100 غرام وتنقصها من الفرص. صافي ها هي العجينه تجمعات ليا. دابا غادي نبدا نضيف ليها الزبده شويه بشويه. اللي بغات تضيف الزبده من الاول وترمل الدقيق عاد تجمع بالحليب ممكن. صافي دابا غندخلها شويه بشويه في العجين، تكون حاره المطبخ. الا كانت قاصحه ذوبوها في حمام مريم، ماشي لدرجه الذوبان، طقها في طراسها شويه. العجينة جينا حتى كتخلي فيها الزبدة كاملة وكندلكها، كتلاحظوا انها كتبقى شوية بشوية كتجمع مكتبقاش مطلوقة. صافي ندلكها مزيان. صافي كتجي العجينة على هذا الشكل رطبة ومدلوكة. صافي غادي نديرها فواحد الإناء ونغطيها مزيان ونخليها تخمر على حساب الجو تقريبا واحد نص ساعة حتى 45 دقيقة، حتى نشوف الحجم ديالها تضاعف عاد نشكلوها. بالنسبة للحجم فأنا غادي نستعمل جوج حبات ديال البصل، يكونوا حجم كبير مقطعين على هذا الشكل، مع جوج حبات ديال الفلفل. أنا درت حبة كبيرة خضراء، حبة صغيرة حمراء، ممكن ديروا الفلفل الألوان، ممكن ديروا اللي عندكم، يعني حبات فلفل حمراء أو صفراء أو خضراء اللي بغيتو. غنستعمل علبة ديال الطون، غنصفيها من الزيت، زيتون أسود وأخضر مقطعين، ملح وإبزار تقريبا نصف ملعقة إبزار، مع القليل من الزعتر باش غادي نسم، وزيت والفرماج محكوك. غادي نديرو البصلة فواحد المقلة، نضيفو لها الزيت، you
ونضيفو الملح والفلفل خلط كلشي وخليه يتقلى مزيان. حتى تشحر البصله مزيان كنضيف الزيتون الانواع ديالو الكميه اللي بغيتو وغادي نضيف الطون حتى كنصفي من الزيت كنضيف الابزار والزعتر كيبقى على حسب الذوق نخلط صافي ونطفي مباشرة على النار ونخليها تبرد. ملي كتخمر العجينة مزيان كتلاحظو وكيضاعف الحجم ديالها غادي نجيبها وغادي نطلقها على هذا الشكل هذا ونقطعها الى قطع تكون نحاولوا تكون متساويه ونصغروهم شويه وكيبقى لكم الحجم على حساب الرغبه ديالكم. نحاول نقادهم الى كنت كبرت وحده على وحده صافي ونشكل منهم كرات على هذا الشكل هذا هنا اولا في يدك هنا القاده تكون في هذا الحجم هذا هي صغيره ونديرها في صفيحه مدهونه بالزيت اولا مفرشه بالورق ديال الطبخ الشكل هذا ما كتسدش كتسوى على انها مخوفه شويه صافي غنصبر نفس الطريقه حتى تشكل عليه كامل ملي كنساي العجينه كامله انا قسمتها على 18 قطعه صغيره دابا غادي نجي وغادي ندير واحد الحفره في وسط العجين على هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا غنديروا حفره غارقه شويه بعد ما مازال غادي تنفخ العجينه غادي تطلع حنا خصنا يبقى لنا المجال فين نديروا الحشوه ديالنا صافي غنستمر من سالي غادي نسخن الفران واحد شويه باش ندفيه من الجوبات باش يخمر لي بسرعه وندير العجينه ديالي تخمر وتضاعف الحجم ديالها صافي ملي كتخمر العجينه انا كنجيب اصفر بيضه كنضيف لها القليل من الحليب تقريبا واحد معلقه كبيره اولا الخل قطعه خل ماشي معلقه كبيره ديال الخل بزاف كنحل الخلط مزيان كنخليه على جنب كما لاحظتوا فدوك الحفر اللي درت نفخو نعاود نشكلهم ماشي مشكل نعاود نزيد نحفرهم على هذا الشكل هذا نمسحهم باش يتقدني للحشوه بهذا الشكل غادي نرشب القليل من بذور الخشخاش اولا البافو ممكن تعويضوه بالزنجلان كيبقى لكم اختيار التزيين اولا تخليوه غير هكاك في الجوانب فقط كنجيب الحشو ديالي وكنبدا نعمر الحفار
على هذا الشكل هذا. وانا كنضغط شويه هكذايا كما كتلاحظوا، ضغطوا شويه على الحشوه باش تدخل لداخل، شد البلاصه ديالها، ماشي من بدا يطيب وتنفخ وتعاود تخرج. انتهيت من التعمار ديالهم، راني شاعله الفران كيسخن مزيان، نقص عليه تقريبا 180 درجه، يعني يكون ناقص باش كيطيب على خاطرو. يتحمروا لي من التحت عاد نهبطهم يتحمروا من الفوق. صافي منين كيطيب يتحمروا الفطائر كنجيب الفرماج الاحمر وكندير واحد الكميه على هذا الشكل. صافي غير ندخلو غير يذوب واحد شويه صافي ونحيدو، يعني كنخلي الفرماج حتى المرحله الاخيره هذا الشكل. صافي ندخلو يذوب ونرجعو نشوفو الشكل النهائي. والشكل النهائي ديال الفطائر ديالنا ملي كيخرجوا من الفران كيذوب الفرماج كما كتلاحظوا، كيجيو رائعين في الشكل وحتى في المذاق ديالهم. وكما لاحظتم ما كياخذوا ليناش الوقت والجهد بزاف، يعني دغيا كيوجدوا. وهذه واحده عن قرب كما كتلاحظوا، العجينه كتجي رطبه ورائعه وخفيفه بزاف. اما بالنسبه للحشو فهو كيبقى اختياري، ممكن ديروا اي حشو بغيتو، دجاج او لحم فروم، كيبقى على حساب الرغبه. انا عطيتكم فكره ديال الطون. كنتمنى تعجبكم هذه الوصفه، جربوها تبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم، ودعموني بالتعليقات واللايكات وتشتركوا في القناه باش يوصلكم دائما الجديد. والى اللقاء.